الصباح وننتقل لفيديو يكلمنا ويورينا سينما خواجة مدني. ولما نقول كلمة سينما بنكون قاصدين مجمع من الناس. خلينا نشوف الفيديو ونرجع نستكمل. في أمسيات مضت كان للترفيه طعم آخر، تشكل الثقافة جل ما فيه وتستقى من تلك الشاشة، حيث تغادر وحشة الليالي بفيلم كانت سينما خواجة، والتي اتخذت موقعها وسط المدينة على شارع المحطة الأشهر بمدينة واد مدني تفعل ذلك. وكانت محطة للعاشقين أيام زمان، وكانت ظلا للتعابة الذين يمضون جل نهارهم في الأعمال الشاقة، وقبلة لأعيان المدينة وشبابها وموظفيها الحكوميين. ومهما تكن أحوال جيبك فإن سينما خواجة الشهيرة وأولى دور العرض الحديثة بالمدينة تفسح لك مكانا ولو مجانا. بعد الفاصل الأول. أسست هذه السينما أيام الاستعمار الإنجليزي في العام 35 900 ألف، وعدت درجاتها على 3 مستويات، هي المقاعد الشعبية والدرجة الثانية واللوج، حيث علية القوم من ذوي الدخل الجيد، لكن كان الجميع يستمتعون بشاشة العرض الضخمة بدرجة متساوية. وهناك ارتباط وتشابه بين سينما خواجة بواد مدني وكلوزيوم على شارع القصر بالخرطوم، كونهما ولدتا في يوم واحد، حيث حملت الأولى بواد مدني كنية صاحبها فيما حملت الثانية اسمه. ذكريات جميلة ارتبطت بهذه السينما وغيرها من السينمات في المدينة أضحت مجرد ذكرى لأهل واد مدني وأثر من آثارها، حيث كانت تحظى بالاحترام والتقدير ويرتادها قيادات المجتمع ومثقفوه وفنانوه وكل نجومه والأسر والشباب. طراز هندسي معماري مميز بنيت عليه السينمات حين ذاك. وتقبع في غرفة الأسرار هذه غرفة التشغيل ماكينات عريقة حدثنا عنها أحد المهندسين الذين أفنوا زهرة شبابهم في بث الروح على شاشات العرض. على امتداد أحياء المدينة نجد هذه السينمات، ففي حي القسم الأول كانت سينما خواجة تلتها السينما الوطنية، والتي تأسست عبر مساهمات بعض الأفراد المقتدرين كشركة مساهمة، ومن ثم سينما رودي بحي الدباغة وسينما الأمير والتي تقع في السوق الجديد، تلتها سينما الزمالك وأخيرا قاعة بنك الادخار. استمرت هذه الدورة السينمائية بمدينة واد مدني متنفسا ثقافيا وترفيهيا إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة، وأصبحت مجرد ذكرى يحملها العشاق والسمار وحتى أسر المدينة، ولسان حالهم يردد قل للزمان أرجع يا زمان.